السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم بدي أقدم لكم وصفة فتة الحمص الشهية. هالأكلة كتير سهلة ومعروفة بكافة البلاد العربية مع اختلاف بسيط بطريقة التحضير من بلد لبلد. أنا راح أقدم لكم إياها حسب ما بعرف على الطريقة اللبنانية. بيلزمكم حمص مسلوق بتهرسوه هرسة متوسطة. لسلق الحمص بسهولة لازم تنقعوه بالمي مع ملعقة من بيكربونات الصودا لعدة ساعات، بعدين بتغسلوه جيدا من مية البيكربونات وبتغمروه بمي جديدة بتسلقوه. هالطبق بيتاكل ساخن فور التحضير، ما بيتاكل هو بارد، عشان هيك لازم الحمص يكون ساخن جدا عند التحضير. اذا بعد ما هرست الحمص ضيف شوية ثوم مدقوق حسب الذوق. في ناس بيحبوا الثوم كتير، في ناس بيحبوه خفيف، ورشة ملح كمان حسب الذوق. بدكم تتذكروا كمان انكم دقيتوا الثوم بالملح حتى ما يطلع مالح. اذا بخلط جيدا وبحط الحمص بصحن التقديم. فيكم اذا ما بتحبوا تطلعوا جلي على حالكم تهرسوا الحمص مباشرة بصحن التقديم وتزينوا. وبضيف طبقة من الخبز المحمص. بعدين بوضع طبقة من اللبن أو الزبادي مثل ما بيسموه ببعض البلدان. بشكل غطي الحمص والخبز كليا. بعد بحطه شوي. بضيف رشة من القرفة. أخيرا بتوج الطبق بالصنوبر المقلي بزيت الزيتون. عادة بيقلوا صنوبر بالزبدة، هيك الوصفة عادة، بس كبديل صحي بقترح عليكم زيت الزيتون لأنه الزبدة ممكن تسبب انسداد بالشرايين، فالأنسب زيت الزيتون. الطبق صار جاهز للأكل، ما بدي إلا أتذوقه وأعطيكم انطباعي. لذيذ جدا، الفتة من الأطباق الشهية جدا، نكهتها كتير طيبة، تعطيكم إحساس بالاكتفاء والشبع لما تاكلوها، مغذية جدا وصحية جدا بشرط تقلوا صنوبر بزيت الزيتون مثل ما قلت لكم بدل الزبدة. بتمنى هالحلقة تكون نالت إعجابكم. للمزيد اضغطوا الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيها بلانت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك والشير والانضمام لفريق إيها بلانت الرسمي على الفيسبوك. إلى اللقاء.